أضيفنا اليوم فنان ومخرج، كل منهم كان له إبداعاته في السباق الرمضاني الحالي. أول ضيوفنا فنان قدير بقيمته الفنية، كبير في عطائه، الفنان جاسم النبهان اللي ما يحلى رمضان إلا بشوفته على الشاشة، خصوصا وأنه النجم طلع لأكثر من 3 أجيال من خلال أعمال رمضانية نحبها كلنا، أشهرها مدينة الرياح وزمن الإسكافي وغيرها من الأعمال، وهالسنة يطلع علينا في شارع محمد علي رود، وكذلك في رحل أيام. ثاني ضيوفنا اليوم مخرج يقدم نفسه هالسنة بشكل قوي ومميز، بعد ما سجل حضوره كمخرج في مسلسل رحل أيام اللي تطرق لحقبة زمنية بتاريخ الكويت من خلال هالعمل، واللي عرض فيه مشاهد صار لها ضجة كبيرة أكيد بتكون محور مهم في حوارنا مع ضيفنا المخرج حمد النوري. الفنان القدير جاسم النبهان والمخرج المميز حمد النوري، حياكم والله الليلة في سراي. يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله، مبارك عليكم الشهر، ضيوفنا الاعزاء منورين الاستديو. علينا وعليكم ان شاء الله، وعلى من يشوفنا ومن يسمعنا، وتحيات وتهنئه لصاحب السمو والحكومه الرشيده و كل الطاقم الطبي وال داخلية والجيش والشرطه وال الحرس الوطني والمساعدين والممرضين كلهم وكل من اليوم يسعى للحفاظ على صحة الإنسان الكويتي. لكم تحية ولكم بوسة على الرأس كلكم، وحكومة رائعة جدا اللي نشوف فيها المسؤول في كل مكان موجود، إن كان وزير الخارجية ولا وزير التجارة ولا وزير الداخلية أو وزير الدفاع، كلهم من الأرض موجودين في الميدان، وعيالنا كلهم موجودين في الميدان، هذا الفخر كلهم. يقول لك المثل ما له شدايد إلا ما له صلايب إلا أهلها. حبيبي يا العم حبيب، أتشرف أول شيء فيكم على هالاستضافة الحلوة مع العم والهرم بطلال، وإن شاء الله نكون خفيفين وحلوين في هذه الحلقة. والله حلقتك أكيد بتكون خفيفة دام أبو طلال وياك وأنت موجود وعندكم الأعمال الحلوة، ها أكيد راح نتسلى مع بعض. لكن خلينا نبلش مع العم أبو طلال. العم أبو طلال، شلونك أول شيء مع الحظر، حظر التجوال الجزئي اللي غروه طبعا وزارة الداخلية، وأيضا مرض الله يكافينا من الشر مرض الكورونا هذا، شنو أجواءك، شو تسوي كل يوم أنت؟ أول شيء أتمنى من الباري عز وجل أن يزيل هذه الغمة عندنا ويزيل هذا الوباء. ثاني شيء أنا ملتزم في نعم. البيت كان بين مدسك ملتزم ملتزم في البيت ملتزم بكل الإرشادات اللي أسمعها. وفي شيء طريف بقوله، ما أدري التاريخ يعيد نفسه أو شيء، يوم إحنا صغار الأول كل هذا بالكم كذي الله. السنة طلعت يقول لك هذا أصح شيء أنك تعطيه بالكم تلقاه ملخ هنا لون اخضر ها؟ لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله شفاء للي موجودين في الحجر، واحنا نتحمل هذه ديرتنا علشان عيالنا علشان الاجيال القادمه. انا شخصيا قلت لهم انا كذلك بساعد، يعني يكون لي دور، قالوا اقعد اقعد فوق 70 ما لنا شغل فيك. يا حلوك يا ابو طلال يا حلوك، عندك ها صار على الكورونا الحجر شو تسوي اصلا الحظر عفوا؟ احنا الجانب الثاني، احنا خلينا نقول خطوط الثانيه، احنا الطاقم الاعلامي وهذا واجب علينا ان احنا نحاول نكون موجودين وننكر الاشاعات وان نكون موجودين في الصفوف الاولى. والله يقدرنا ان احنا نحاول نثبت نفس ما اثبتوا باقي حتى القطاعات، فاحنا فداء حق هالوطن يا حبيبي. الله يعطيكم العافيه، قواكم الله. عم بطلال، اول شيء نبي نتكلم عن اعمالك الرمضانيه، الدراما اللي قدمتها هذه السنه في رمضان، لك عملين اللي محمد علي رود والرحى او رحل ايام، هذا العملين الجميلين. ولكن في عندي يعني يمكن في العملين عم بطلال، انت هني تاجر وهني تاجر، شخصيتين متشابهتين، يعني ليش ما فكرت او
غيرت هذه الشخصية في عمل في العمل الثاني؟ الشخصيتين هذا تاجر وهذا تاجر، لكن البيئة تختلف، التاريخ يختلف تقريبا. نعم. إلى حد ما الشخصية كل واحد له انطباعات خاصة. نعم. ذاتية يعني. نعم. فهذا التاجر قد يكون جشع، وهذا التاجر قد يكون طيب ومحب، والرزق اللي تي له حق غيره، وهذا لا يبيها رزقة لا هو يمكن. أي. فيختلف يعني، يعني مثل العامل، مثل العمل عملية إخلاص في أي جانب تدرج. المهم أن هل أنا أقنعت في هذه الشخصية أو أقنعت أو أقنعت في هذه الشخصية أو ما أقنع، هذا المهم. نعم. المصداقية هنا، المصداقية في الأداء. نعم. مهمة جدا. صح. لأن لازم يكون الواحد أي شخصية تأخذها لازم تدرسها تمام، تدرس كل ظروفها. نعم. الاجتماعية، ظروف الشخصية وليس ظروف الممثل، ظروف الشخصية نفسها تدرسها تمام، علاقاته، حالته النفسية، كل هذه الأمور، الوقت، التاريخ، الظروف، البيئة. نعم. هذه لازم يكون لها أثر على الشخصية، على أساس أنه بالتالي لما في عملية الأداء توصل وتوصل لها، توصل للجمهور. صح. المفهوم، لأن الجمهور حساس جدا ومراقب جدا. صح. لكل شيء. طبعا طبعا. صح. كفو كفو عمي ابو طلال. حمد استاذنا، انا بسولف معك اليوم سولف وايد. السنه هذه سباق رمضاني ما بين الاعمال التراثيه وصارت بكثره تحديدا هذه السنه، شو السبب برايك؟ هل يعني الناس تدور الاعمال التراثيه، او انتم سمعتوا مثلا قبل لا تنتجون مسلسلاتكم او قبل ما تخرجون ان الناس صار توجهها للاعمال التراثيه اكثر؟ هذه يمكن تقدر يعني الناس، انا احس انها بحاجه حق هالاعمال علشان تبي تطالع تاريخها، لان الجيل الحين صار في قاب من هالسنين لهالسنه تقريبا قاعد نسولف عن 100 سنه. فانت كل ما تقول تاريخ انت قاعد ترجع. انا شخصيا الاعمال التاريخيه احبها، لان دائما انا اقول ان الشخص لا يبتدي دائما من الصفر، خليه يرجع يشوف اجياله والكبار وين وصلوا ويكمل. فانت حق قاعد تنقل كفاحات، قاعد تنقل انجازات، قاعد تنقل مواقف، وين وقفنا نكمل وخل نصعد. لا نبلش مره ثانيه من الصفر. فهذا يعني هذا المنطلق الشخصي، ان انا اميل اكثر حق الاعمال التراثيه او التاريخيه بالتحديد، ودائما تلاقي اميل اكثر يعني الدراما وثائقيه اكثر من يعني يكون الطرح دائما فيها نادر. فالناس يعني رأي الشارع قاعد تشوفه، يعني أنا حالي من حالي قاعد أشوف الناس شون قاعدة تتقبل الأعمال، قاعدة تتابع الأعمال سواء بالنقد أو بالإيجاب. فهذا دليل أن الناس تبي. صح. الناس تبي تطالع، الناس تبي تشوف. الناس ما تكلمت إلا لأن هذا النوع من العمل يشدها. هي محتاجة هذا النوع. فإحنا هم بعد لما نطالع حاجة الناس حق هذا النوع، بالعكس هذا شيء وايد مرحب فيه. أكيد. ونحاول ان نجتهد كثر ما نقدر. والملاحظ اكثر ان اللي قاعدين يجتهدون هم عيال الديره، يعني ما قاعد تلاحظ انه والله عمل مثال تاريخي قاعد يتصدى له مثال دوله ثانيه. لا، تلاحظ ان المخرجين كويتيين والمنتجين كويتيين، فهي بالتالي اغلبها اجتهادات. بغض النظر على النقد اللي قاعد يصير، ما في عمل في العالم إلا وفي إيجابيات وسلبيات، وهذا دليل على عدد المشاهدة. عدد المشاهدة كل ما تزيد كل ما يطلع الأطراف. أنت لما تنجح فأنت قاعد تسحب البساط من مكان آخر. هذه المنافسة حلوة، أنا أحبها وايد. يعني أكمل على أستاذ حمد، التفاعل الناس مع هذا الموضوع، يمكن وأنا جاي الحين في السيارة داني تلفون من شخص ما أعرفه أول مرة، قال لي انا بالمكان الفلاني، هلا ومرحبا ابو طلال، شلونك؟ الحقيقه احنا قاعدين نطالع المسلسل انا واخواني تنزل دمعتنا. هذا على اي مسلسل يتكلم؟ على راح الايام. قلت له ليش؟ شا يقول لنا قصه الوالد. اوف. لان كل تكوين هذا المجتمع النسيجه مبين فيه راح الايام. نعم. يعني واحنا محتاجين هذا رمضان شو تقدم فيه؟
لازم تقدم فيه هذه الجرعه من الموروث، من التاريخ، ان كان التاريخ المحلي، تاريخ الكويت، ولا تاريخ التاريخ الاسلامي، او حتى التاريخ الانساني. نعم. قدم منه كوجبه طيبه للناس ومعلومه حلوه. فيه احنا محتاجين، انا امير كذلك في هذه الاوقات، في خاصه لرمضان، مثل ما كنا في الاول، كنا في الاول يعني ناخذ من ماذا، من كليله ودمنه. نعم. من شيء ونعملهم اعمال فيها اسقاطات على واقعنا اللي اليوم. نعم. في الاول لان التلفزيون كان حريص على هذا الشيء. نعم. كان التلفزيون، تلفزيون الكويت يعني منسق تنسيق خاص لرمضان، عمل درامي محلي، قد يكون كوميدي او يكون تراجيدي، عمل درامي من اسلامي، وهذا قدمنا اعمال كثيره، عمل من الموروث الانساني عموما، من التاريخ الانساني يعني، او من القصص الانسانيه والروايات الانسانيه، اخذناها وقدمناها والى الان هي باقيه. ليش؟ مدروسه صح. بس بضال على طاري مدروسه، وفي يعني احنا قاعدين نشوف وايد اخطاء طوفوها او طافت يعني من ضمن الاعمال اللي قدمت لهذا الشهر الفضيل، يعني وايد طافت على التلفزيون او على الرقابه، مثل عمل مثل حلقه اليوم. ايه يعني اليوم في محمد علي رود انتشر في السوشيال ميديا خطا من الفنانه، نوجه لها التحيه، ايه؟ الفنانه الاماراتيه فاطمه الحسني، في غلط وهي تدعي، قالت يا مخرج او منجي عيسى من الحوت، او ايه؟ او هذه يوسف من الحوت، يعني هذه من بديهيات الانسان المسلم. نعم. يعني عرف على الاقل قصص الانبياء على الاقل. ايه؟ لكن قد تكون زلة لسان، مو هو زين، منو المفروض يتابع وراها اذا هي زلة لسانها؟ ك يعني هي الفنانه مثلا زلة لسانها، منو المفروض يتابع من وراها؟ المفروض مهندس الصوت، في مساعد مخرج، طافت في عليهم يعني، طافت عليهم في يمكن بعمليه تجميع، لان هذه تدري الفتره الاخيره كل شيء سريع 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 سريع، لان لا نقدر نستمع، لا نقدر نصور، لا احنا في عمل مثلا. نعم. وقفنا صح، واقفين اللي هو سما عاليه، وقفنا ما نقدر نقدم لان الحجر لكن يعني بالسرعه هذه قد يكون فاتت على الجو، ولا لا يمكن لا ما تفوت لي يا العم، ما تفوت عليك. وزير الاعلام اليوم استاذ محمد الجبري، معالي محمد الجبري، اصدر قرار بفتح تحقيق ولجنه تحقيق وحل ايضا اللجنه مالت دقيقه والله العظيم دقيقه، نصوص المشاهدات والرقابه يردون يسوون عليهم اعاده تحقيق مره ثانيه واعاده النظر بما يقدمونه من اعمال. صحيح. ما يقدمون من اعمال. هذا القرار صار متى استاذ فالح؟ امس ولا اليوم؟ تو الحين نزل هذا القرار. صحيح. فمعناته ان في شغلات صارت مو مضبوطه من خلال الشاشه، فمعالي الوزير شاف هذا الموضوع وقال عيدوا فتح تحقيق لهذا الموضوع. زلة لسان هذه ما فيها، هذه زلة لسان جل مو بس على هالمشهد اللي عم بطلاله، على المشاهد وايد وعلى امور كثيره قاعد تصير. بس هني بس في شغله ثانيه، مثل ما تفضلتي، اللي هي لما قالت انا خدامه او شغله اللي هي الاستاذ هيفاء، وهني الخطا. العمل التراثي لازم تكون مفرداتها كلها مدروسه صح. لفظه خدامه ما جت الا بعد الستينات. نعم. اوف ما عندنا سهلة. كانت دايه بيت فلان تشتغل دايه. صح. والله يا اشتغل دايه او تشتغل دايه في شيء، ما حد يقول شيء. الدايه لو قلناها الان بيقولون عندنا هذه يعني قابله اللي هي مولده. لا ياتق كلمه دايه او مصطلح دايه بعد ما كان عندنا هني ناس مثلا من لبنان من مصر وجلبوا هذه الكلمه وياهم، ولا دايه عندنا هي التي تخدم الخادمه الكبار، فدايه اقل وارقى راقيه غير خدامه. صح. راقيه. فهني بعض المفردات هي تسبب هذا القلق، تسبب هذا النشاز، تحسها نشاز في العمل كله ككل. انا معك. ف
فهني يحتاج إلى يعني شيء من دراسة الألفاظ بالنسبة للعمل الدرامي التاريخي. والناس العام في نفس هذا اليوم أطلقوا طبعا هاشتاج اللي هو محشومين يا أهل فيلتشا، صار ضجة على هذا الموضوع. ايش رأيك نشوف عمي التقرير؟ ها؟ نشوف التقرير ونرجع نكمل معاك. أعطوني التقرير شباب نرجع نكمل مع العام. يلا أم هارون ورح الأيام وشارع محمد علي رود هالسنة والعام كان في لا موسيقى في الأحمدي، كلها أعمال درامية أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تطرقت لأمور استغربها عدد كبير من متابعين الدراما الرمضانية. في لا موسيقى في الأحمدي كان مشهد الخادم العماني الأبرز خصوصا بعد ما صار ترند في الكويت والخليج، وهالسنة شفنا مشهد لهيفاء عادل أثار جدل كبير ونتج عنه هاشتاج محشومين يا هالفيلتشا. قلت أي الديرة أي معلج شنبيزة علشان أقدر أجيبه، وبعدين أنا ما أعرف غير هالشغلة هذه بس. وتسبب سيناريو قصة مسلسل أم هارون بجدل كبير في الأوساط الفنية والنيابية بعد. وعمل ضيوفنا اليوم مسلسل رحل أيام هم كان له نصيب في تويتر خصوصا بموضوع اللهجة وموضوع وجود اليهود في الكويت. ركبت البعير معاهم؟ لا رجلي. شنو يعني؟ يعني يمشي على ريوله صح؟ ايه امشي على رجولي. يقول ريولي. ايه ما يعرفون حكي الكويتيين بعد. هل الاعمال اللي تكلمنا عنها في هالتقرير واللي اثارتها مواقع التواصل كانت اعمال مدروسة ومتفق عليها ولا وليدة الصدفة خصوصا بعد ما قامت تتكرر كل سنة؟ حلوك. يمكن شفنا هذا التقرير معاكم، انت كنت متابع هذه المقاطع في السوشيال ميديا وردود الافعال؟ طبعا طبعا شيء اكيد، يعني انا اظل واحد من الكويت، يعني احنا الكويت بلد يعني نعرف بعض اولا. نعم. بالنسبه حق النقطه اللي تكلم فيها اللي هي اللهجات، يمكن حتى ابو طلال يدري احنا قبل كل مشهد نحاول ان ندقق على الكلام، حتى انا بهالعمل حرصت انه يكون معي مدقق لهجه كويتي وهو الكاتب نفسه، يعني كاتب يعني انا دائما احرص بهالنوعيه من الاعمال انه كاتب شويه يكون كبير بالسن وعنده محتوى ثقافي زاخر، يعني ما يكون عادي. ومدقق لهجة هم بعد حق اللهجة النجدية نفس ما شفنا. نفس الدياية والدجاج وهذه الناس، يعني هذه الدياية هذه خلنا نقول يعني حرص احنا الكاتب. عندنا ناس يعني حتى بالكويت في اللي يقول دياية وفي دجاجة وفي دياجة. هي كانت دياجة. اي في ناس يقول والله في. من يقول شكر وشبر وشكر. لا انت تقول شكر يا شكر. هي طبعا ما كانت مقصودة. شخصية أم أحمد وشخصية أبو أحمد هم يمثلون خلينا نقول أهل شرق، فهي يمكن تقمصها للشخصية كانت تقصد إحنا. فحرص الكاتب حرص الفنان القدير جاسم النبهان طلعنا بنفس اليوم اللي صار فيه يعني هذا اللغط وهذه الإشكالية ووضحنا على طول. طبعا ما تلاقي احد كذي بسرعه يتلاحق الا هذا شيء مو مقصود وتلاحظين يعني كان عفوي. شلون تلاحقت؟ على طول طلعنا في تلفزيون الكويت مباشر. حلو. وبينا حق الجمهور ان شو اللي صار في نفس اليوم اللي انعرضت فيه الحلقه. انعرضت الحلقه الساعه 5 الساعه 10 والساعه 11 طلع الكاتب والفنان القدير جاسم النبهان كان موجود ووضحوا ان هذا الموضوع انه ما كان مقصود وانه كان ما قطع كلامك يا استاذ حمد. شنو وضحت ابو طلال؟ مو هذا الحكي. شنو وضحت؟ البيئه لها اثرها. رجل او ولد جاينا من بيئه معينه الى بيئه اخرى فلا يحمل مفردات يحمل موروث يحمل كل شيء هو. فلا بد ان في اختلاف. الحين ما تكلموا على دانشل وشندل في الاقدار الحين. والله شغله الله يهديكم يا والله شيء والله صح. فما المساله مو هذه ما غيرنا شيء والولد متعود على الشغله هذه او ومن يعني العمل لازم يكون فيه ابتسامه شويه صح. لازم نضحك صحيح. لا لا ابو طلال ترى كان شيء عفوي ترى احنا حتى صحيح. بيننا احنا يعني لو ننتقل من منطقه لمنطقه او من مدرسه لمدرسه هذا اختلاف بيئات واختلاف مفردات فتصير حتى احنا بيننا يعني مو شرط انه من ديره لديره حتى بمنطقتنا عندنا في اختلاف باللهجه شيء بسيط يعني في عمل بس دياج ما في ها
دياج نورد في دجاج دياج شنو؟ دجاج 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 الى الحين روح للجهره دجاج 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 لا دياج دياج تقول دياجه لا دياجه والله انا مرت علي وحده راح اسالها بقول لها من وين جايبتها لا 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 دياجه قالوا له قول ترى يسمون الدجاج دياي والله هي اختلف دياي هي هي نورة ورجل ريل ما الف عبد الله والله عندي واحدة يا رجلي يا على ريولي يعني بصغر الكويت لكن في اختلاف في بعض المفردات ما بين اللي عشيب جبله وشرق والمرقاب وبين اللي القرويه وبين اللي اهل الجامعه. وللحين موجود هذه سالفه وانا رايح وين رايح والله رايح اليامعه وفي رايح الجامعه وفي الجامعه اي و... لا اليامعه ما اقول قالت لا الجامعه ما اقول الجامعه انا داش لك الحين حمد داش لك حمد غير حطوا هني حرب انا بغير الاطار هذا شوي او الموضوع محور السوالف اللي قاعد نسولفها قبل حمد نقطه صغيره عندي لك سؤال قوي يلا قول يلا انا عندي نقطه صغيره احنا لازم يعني علشان نقول ان احنا وحدة وطنية وإحنا شعب واحد وإحنا بالمواقف بنكون كلنا إيد واحدة أنا لازم أبين هذا الاختلاف إذا كنا إحنا واحد فأنا لازم أقول إن هذا يمثل كذي هذا يمثل كذي هذا يمثل كذي علشان إحنا لما نكون بوقت المحن سواء بوقت الغزو سواء الحين بالكورونا مواقف الكويتيين شلون يتوحدون بصف واحد فأنا لازم أقول إن إحنا نعم صحيح مختلفين بس احنا بوقت المواقف العالم كله يشهد حق الكويت ان احنا دائما نكون بصف واحد صح افلاطون في 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 اللي هي جمهوريته هذه افلاطون ما يقول اليوثوبيا اليوثوبيا وصل اخر شيء قال ما اقدر اكمل وقف ليش؟ لا هم في اختلاف ما يقدر في اختلاف ما تقدر ما في اي بلد ما في كل مكان صح البلد اليوثوبيا هي موجوده في اي مكان يعني لو رحت انت برا اوروبا وتعرف انجليزي تمام ولفظ شذا في لفظهم ما بيختلف والله عمي احنا احسن ناس بالعالم ليش احنا احسن ناس بالعالم كعرب لان احنا تجمعنا اللغه العربيه في كل دول العربيه صحيح. لكن الاوروبيين من 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 دوله لدوله تختلف معاهم اللغات صحيح. ويستمعون على لغه واحده اللغه الاجنبيه اللغه الانجليزيه لكن احنا العرب تجمعنا اللغه العربيه لغه القران لغه القران حمد خلنا اجيك على موضوع في كل سنه طبعا ترصد الاف أو مئات الآلاف من الميزانيات للأعمال سواء التراثية أو الأعمال الدرامية بيك تشاركني العم بهذا الموضوع أيضا الأعمال الدرامية في كل سنة لكن السؤال هني شنو أي عمل ياخذ يمكن كمنتج لجنة المنتج المنفذ تصرف عليه أكثر هل العمل التراثي أم العمل الدرامي أقصد عفوا العمل المودرن وأي عمل أصعب أثناء التصوير لكم انتو اثنين بلشن بعدين عن بطلال هو طبعا طبعا العمل التراثي هو مكلف اكثر لان كل شيء انت راح تصنعه من يده ويديد كل شيء انت راح تبنيه هو شيء مو موجود انت راح تصور فيه فهو اكيد التكلفه راح تكون اكثر من هالجانب وحتى يمكن يعني هالموضوع ناقشته مع بطلال يعني قاعد اقول له العمل قاعد يتناول اربع حقب ما يعني عاده ما يطرح لانه يكون جدا مكلف ان انا امثل اربع حقب كل حقبه لها جوها لها ديكورها لها لونها لها اضاءاتها فحتى نقاشاتنا الفنيه من ناحيه الاضاءه ان احنا شلون راح نقدر بهذه الحقبه نكون بهاللون بهذه الحقبه راح نكون هاللون بهذه الحقبه راح نكون هاللون فتعدد الحقب هذا هم بعد يزيد من التكلفه اكيد وفي عموما يعني ال 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 لما قال لي الأستاذ حمد 45 يوم إن شاء الله ننجز العمل قلت له ما يصير مستحيل أنت خبرة بعد قلت له ما يصير قال نقدر إن شاء الله عملية اختزال بعض المواقف بعض الظروف في ظروف كل حقبة هذه عملية قد تكون تأثر على العمل شوية لكن قدر الإمكان يأخذ الحاصل يعني الحاصل ويضع ما يقدر يقول كل شيء في العمل لأن لو بنسوي هذا العمل يبي له 90 حلقة في القليل يعني 3 سنوات على أشهر الحقب هذه كلها بالتفصيل تكون بعدين يعني الإنتاج كثر الله خيره لكن مع هذا في فقر في الإنتاج لما تقول لي هل يواسون بين عمل مودرن كل شيء موجود فيه دون تكلف لانه بيأجر لبيت بيأجر لشغله جاهز بكل شيء
ياخذ اكثر من العمل التراثي او التاريخي هذا غلط. العمل التاريخي هو المكلف لان التجهيز له في الاصل اكثر من حتى اجور الفنانين والالات، تجهيز حق العمل هذا من بناء من شغلات وايد من هذه. لذلك علشان نطلع من هذه نسوي مدينة إعلامية في الكويت، يعني في إحدى الجزر، في مدينة إعلامية كلها كانوا تكون بعد بنفس الوقت سياحية حق الناس يجون يشوفون وكل شيء، ويشوفون الكويت القديمة، يشوفون فرجانها، يشوفون مناطقها شرق وجبلة والمرقاب والفطاس القروية يعني، ويشوفون الحديثة، الحديثة موجودة عندنا. بس هذا اللي نبيه احنا إن شاء الله، لأن اليوم الكويت هي استوديو الخليج. صحيح، وانتو شاهدين وانت فنان وي يعني عارف عندنا كل فنانين الخليج عندنا موجودين. الدراما الكويتية بطلال دائما تكون سباقة ودائما تكون يعني في أوائل الصفوف ومشاهدة مو بس خليجيا أيضا عربيا، وقاعد نشوف مهما تكون في أغلاط ولكن دائما تكون هي في المراتب الأولى. هذا اللي يخليني أنا أقول إحنا محتاجين إلى شركة إنتاج كبيرة هي اللي تحتضن المنتجين كلهم، تحتضنهم شلون؟ شركة مساهمة، وهي اللي بنفس الوقت هذه الشركة بتشتغل بالاستثمار، تستثمر وتدخل على الدولة وتدخل على المنتجين. وأنا واثق من هذا بيطلع الدراما الكويتية أو الدراما الخليجية عموما حتى العربية من خلالنا. السينما ترتقي مرة ثانية، المسرح كذلك اللي احنا فقدناهم في السنوات الخاصة المسرح. صحيح. بما أنا يعني انتبهناه مثل ما كان في الأول يبي له دعم. الدولة قد يكون اليوم ما تقدر تدعم هذاك الدعم الكامل للمسرح بالذات، لكن لما تكون شركة مساهمة كبيرة كلنا نساهم فيها وتشتغل وتستثمر الأموال، لا شك أنه راح يكون الدعم أكثر. صح. إن شاء الله إحنا نتمنى أكيد هالشيء، لكن عندنا سؤال وعندنا تقرير بس من بعد ما تشوفه معنا. السنوات اللي طافت شفنا القدير جاسم النبهان في كحل أسود قلب أبيض وفي لا موسيقى في الأحمدي، وهالسنة نشوفه في شارع محمد علي رود ورحل أيام، والمسلسلات الأربعة يعتبرون دراما تراثية اجتماعية احصدت نجاح كبير، وكان فيهم النبهان علامة فارقة، خصوصا وأن هالفنان القدير خير من يجيد الشخصيات التراثية الكويتية، وهالشيء مو كلامنا في السراي، هالشيء أكده أغلب المنتجين والمخرجين اللي سندوا للنبهان مهمة تجسيد هالشخصيات. والنبهان لا يختلف اثنين على قيمته الفنية وعلى أنه ضمن قائمة كبار الفن الكويتي والخليجي، بس جمهوره بدأ يتساءل ليش هالنجم صار مركز على الأعمال التراثية ومبتعد عن أعمال المدن، وهم له مدة طويلة عن المسرح. بطلال جمهورك حاب يعرف إجابة هالسؤال ويبي يسمعها منك بعد. وما أجدني في مصيبتي. العام هذا طبعا تقرير شفته اللي قدامك، تقرير عدينا طبعا فريق السيف، وكان من خلال هذا التقرير سؤال موجه لك. لا تقولي ما سمعت السؤال، لا تقولي ما سمعت السؤال. لا ما سمعت. يلا اعطوني السؤال يا شباب. ليش في أربع أعمال؟ ليش أربع أعمال؟ أربع أعمال كلها تراث وكلها شنو في السنوات الأخيرة؟ ليش الأربع أعمال كلها تراثية في السنوات الأخيرة؟ في السنوات الأخيرة لأن إحنا محتاجين إلى التواصل مع تاريخنا. للأسف إلى الآن هم الأربع أعمال هذه لم تتكلم عن تاريخ الكويت. تاريخ الكويت فيه هامات رائعة بالعلم، بالحكم، بالأدب والشعر عندنا، لكن للأسف للحين ما تكلمنا ترى عنه. البحر بحد ذاته، البحر فيه من القصص اللي قالوها النواخذة وأهل البحر شيء الكثير، لكن هل احنا ما تصدينا لا، لانه مكلف. نعم العمل في البحر مكلف. انزل في عندنا ألن فايلرز كتب عن رحله مع علي النيدي الله يرحمه، اخر القباطنه او اخر النواخذ الكبار،
اللي طلع وياه من مالندي الى عدن الى نيبار الى بمبي الى الكويت هني، وهذا كان في الاربعينات طلع معام هني ودرس الرحله. الكتاب موجود، ابناء السندباد، وهو سماه ابناء السندباد. من هم ابناء السندباد؟ نحن. اوف الكويت عشون بحرت الكويت، هم ابناء السندباد. فما تكلمنا عن جزئيه بسيطه عن هذه، في حين انه مو بديك نعرفه كلنا، مو بديك اللي هو الحوت الازال اللي راح. يعني المفروض ان احنا نتكلم عن يعني ما حصل الاعمال هذه بشكل تاريخي، تناول التاريخ بحذافيره. ولكن هني تصطدم الشيء ان لما نجي احنا بنسوي عمل من التاريخ البحري، ابي نقعه ماكو نقعه اليوم، ماكو نقعه. اوف أي. عندنا يا اخوان شيء فوق العجيب، هدموا الاسوار وطموا كل عين وجليب، حتى الانقع ما سلمت، وصخر السور والعجيب خربوها يا العم، وسفن عباب البحور الهند والسند والخليج، عز وفخر العيال عيال الفريج، ازاله وامر باعدامها، شنو هو سد الطريق اللي ماله اول يسنده غد يهش الرجيج. اي هذا هو صح. فاحنا محتاجين فعلا الى ان نقول حق الاجيال هذه ان ترى من بنى هالديره هذا ما بنوه بجد، بنوه بتعب. نعم صح. بنوه والتاجر الكويتي هو اللي جلب الثقافه من هناك. التاجر الكويتي مو ما ياخذ لا، جلب الثقافه وهو اللي حافظ على الاقتصاد في هذا البلد. اذا عم بطل على طاري البحر، في صار انتقاد على الناخذة اللي طلع بشكل ساخر في احد من اعمالك، ايش رايك بهذا الانتقاد؟ تونا كنا نسولف على هالموضوع. طبعا الناخذة اول شيء كان في طرح، طب كان في طرح انه والله هو صغير في السن. لا، لو نرجع حق المراجع راح نلقى في هذه الحقب النواخذه كانوا يتنخذون على اعمار 20 سنه وكانوا صغار في السن. فاحنا حبينا نظهر هذا الجانب، كذا ناخذه كان اذا كان بهالعمر. حتى الجانب الثاني ان كان في نواخذه بعمر 20 سنه ذاك الوقت بالضبط، اوف، وكانوا صغار وشباب. الجانب الثاني اللي لازم اوضحه ان الناخذه شديد في البحر، هي اللين بالفريج، فهو بالعكس كان راعي قطات وكان حبيب، يخافون الشباب لا لأن يتذكرون مواقفه بالبحر. هذا الجانب. وفي الشق الثاني اللي أنا بس أبي أنوه عليه، على رغم صعوبات في إنتاج الأعمال التراثية، إلا أن في منتجين وفي ناس قاعد يتصدون مع أن الموضوع صعب، إلا أن في منتجين قاعد يطلعون قاعد يواجهون هذه التحديات حبا لهذا الارض. نعم قول العم، انا شفتك من ريحت ورا خذيت البوزيشن. انا اروح وارجع انا بعيد. ايه يعني بن عيدان عندكم في الاقدار طبعا، عبد الرحمن ضويحي رحمه الله عليه. ايه هذا ناخذه مثل ناخذ انا. ايه طبعا شوف بينه وبين اطبع محملين مو محمل واحد. صح. وشخصية شفتوا ما تم انتقاده، ما حد تكلم ولا قال شيء. ليش ما يعني يمكن الجيل يختلف ذاك الوقت عن الحين، وطريقة الانتقاد او المتلقي هو بشكل عام نظرته تختلف لهذا النوع من الفن اللي يكون فيه نوعا ما يكون نوع فن ساخر. يعني ما الناخذة هل هو قطعة حديد؟ لا، بس احنا دائما عندنا ان الناخذة يكون شديد، يكون هو الامر الناهي، يكون هو صارم في قراراته. هذه الصورة العامة عندنا. لا يوم الناخذة لازم يعرف الناخذة خصوصا على السفينة، يعني مو بشكل عام، يعني وقت الشغل على الفوم ولا على السفينة. وقت العمل على هو طبيب نفسي. ناخذة مو عادي. الناخذة على السفينة حاكم. صح. حاكم. يعرف هذا ايش فيه وهذا ايش فيه وهذا ايش فيه وهذا شلون عامله وهذا شلون عامله وهذا. نعم مو شوي 100 على سطح 100 على البوم. على البوم كم واحد العم؟ كم واحد على البوم؟ لا يقل عن بالقليل 60 شخص بهالسفر هذا، ولا شو ولا تشوف العناء اللي يعانونه، وهو نفسه يعاني لكن يخفف عنهم طبعا. ليش؟ ياخذون معاهم اهل النهام، ياخذون معاهم ويقعدون قعده انس لبندغوا طبعا. ف
فكل الأمور الحياة عادية بالنسبة له، إنسان عادي، لكنه عارف شؤون البحر، عارف ب تسمعت مصطلحات لا بندرة ولا كذي، مصطلاحات حلوة والله العظيم كلامك ما يمل منه والله العظيم. مساكين كانوا يروحون يعني 60 واحد ما يرجعون إلا 4-5 نصهم يراير ماكلتهم. لا أقول لا فقارة أي حول الله. هذا يأكد الطرح اللي تو قلناه، إن إحنا محتاجين حق الأعمال التراثية علشان نطرح المواضيع الجيل الجديد اللي ما يعرفها. فإحنا بالعكس لما تكون ثقافتنا مجرد جوجل مجرد لا صح. احنا حتى عندنا مؤرخين، حتى جوجل ساعات يخونها ترى ما يكون صحيح يعني جوجل. فصارت الناس تغريدات على بعض. أي. يعني انا اغرد ما انت قلتي دون ارجع حق المؤرخين حق كبار في السن حق الكتاب تأليف علشان كذي احنا لما نقدم اعمال لازم نقدم ما لم يطرح قبل علشان يتفرد العمل. صح بالضبط اكيد. زين احنا يمكن راح نكمل حوارنا معاكم بس راح نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله. الضيف اللي بينضم لنا صغير بعمره وحجمه بس كبير بموهبته وادائه، اللي قدر من خلالهم وباربع حلقات لمسلسل رحل ايام انه يثبت للكل ان الموهبه ما هي بالعمر، وان الصغير قادر انه يوقف قدام الكبار ويقول حواره ويسوي رياكشنات بالشكل الصحيح. احمد بن حسين كان احد ابطال مسلسل رحل ايام، يجسد شخصيه اثارت ردود افعال كثيره وصار هالولد محبوب عند الكل في الكويت والخليج. احمد حصد ثمره نجاحه بشكل سريع لما تفاجأ باتصال الاعلاميه القديره والمربيه الفاضله ماما انيسه اللي قالت له احمد اي نعم يا حلاتك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يما والله مو مصدق ان ماما انيسه داق علي. ليش امي حبيبي انا طلعت روحي لازم اكلمك، انا الحين اشوف المسلسل ما ودي كبر ما ودي كبر. احمد حي الله من يانا بسراي. مشاهدينا مثل ما شفتوا دخول استثنائي للفنان الجميل حبيبي ولدي دائما بالمسلسلات احمد بن حسين. مساك الله بالخير حمادي. مساك الله بالنور، مبارك لك من الشهر. علينا عليك هالمسلسلات الحلوه ما شاء الله، درويشيات ورحل ايام ها وحركات ودز ناصر درويش عبد الناصر درويش ها. قل لي شلون المسلسلات شلون اصدائهم، ربعك شو يقولوا لك؟ والله قاعد اشوف ربعي يعني اللي انا من زمان مو مكلمهم عشان الوباء هذا قاعد يدزولي قاعد نشوفك حاطين القناه وقاعد يصورون. زين زين احمد شلون ماما انيسه معك؟ والله انا وايد استانست وايد استانست انه ماما انيسه داق علي، وهذا الشرف لي ان انا اكلم امنا واستاذتنا استاذه ماما انيسه. الله يطول بعمرك امين. استاذ حمد الحين قاعد نشوف يعني مواهب تبارك الله بهالعمر، يمكن على زمن الفنان العملاق بطلال يمكن لما كان بعمره في هذاك الوقت ما احس كانوا يمثلون نفسهم، اليوم عندهم مواهب جباره، تحس ولد صغير يمثل تمثيل خرافي يعني عرفت شلون؟ فاليوم انتم شلون تنقون يعني هذه الادوار خصوصا بكون في دور في مساحه كبيره ويجيك مثلا واحد مثلا صغير بعمر احمد تبي توفى في هذا الدور وانت مو متاكد موهبته شلون تتاكد منه؟ هو طبعا يعني انت عندك تحديين، اول شيء دور الصغير والشبه فيه لما يكبر فانت عندك اثنين لازم تختارهم في عنايه. اول شيء احمد من البدايه قعدت انا مع مدير الانتاج عت احمد عبد الله اشكره على ساهم معنا في هذا الاختيار واشكر المنتج. لما قعدنا اول يوم شفته كنا لما الحين يعني حتى البروفا كانت قصيره، قلت له انت راح تكون نجم رمضان يا الله، لان كان التحدي عندي ان انا عندي 5 الحلقات الاولى هي البطوله حقه، بعدين ما راح احاتي بعدين راح يسلم نجوم كبار. فقلت له انا امام تحدي، يا اما ان ال5 الحلقات الاولى تكون ترند وانت بطلها قوي، يا اما ال5 حلقات الاولى راح تكون ضعيفه. فكنت من البدايه عامله نجم، يمكن اوجهه كاني قاعد اوجه ممثل كبير، ما كنت اوجهه كانه طفل اللي انا قاعد اتعامل معاه. عاملته من اول يوم انت نجم وانت مجبر على انك تكون نجم. طبعا هو كان قدها وكنا نتناقش بالكواليس، كنت كل مره اقول له انت نجم رمضان، انت نجمي هالسنه. لما صار
لما صار في أول حلقة أتوقع أن قبل الحلقة نزلت صورة، قلت له قبل لا تطلع الحلقة قلت له راهنت عليك ونجحنا، طلعت الحلقة خلصت وهو ترند. أوف. فهو على طول قال لي شلون؟ قلت له هذا الرهان. واللي استفزني أكثر لما تلقى مثال طفل، يعني مو طفل أنا اكتشفته، لا أحمد كان يمثل قبل وعنده أعمال، هذا ساعات يستفز المخرج إن هذا يبرز عندي ولا ما يبرز عندي، خصوصا لما يكون طفل ما يكون نجم، أنت ما قاعد تطلع شاب كبير وتظهره، لا لما يكون طفل تحدي علي وعليه. الدويتو اللي لعبنا ما راح أتكلم عن نكاهه، الدويتو حتى حرصت إن مدقق اللهجة يكون موجود بالذات بمشاهد أحمد، علشان يصنع هذا التفرد، لأن قلت لك ما كنت مخير، يطلع أو ما يطلع فهو لازم يطلع. أحمد هذه اللهجة الجميلة والصعبة نجم. بنفس الوقت لأنك أنت مو متعود عليها، شلون حفظتها وما شاء الله شلون أتقنتها؟ أنا يا حلوة أحب اللهجة السعودية، وايد أحب اللهجة السعودية. فالأستاذ عبد الرحمن الصالحي مدقق اللهجة القصيمية، عشان ان انا اعرف اتكلم سعودي فهو صارت سهله علي، لان انا اعرف اتكلم سعودي فصارت سهله اني اتكلم لهجه قصيميه. اوجه الشكر حق الاستاذ عبد الرحمن الصالحي اللي علمني اللهجه القصيميه. شلون كنت تعرف تتكلم اللهجه السعوديه؟ من وين؟ من لاني اتابع يوتيوبر سعوديين، مسلسلات سعوديه. كذا مره انت مره خقه جميل انت يا مره كذا. تفضل احمد لما كنت اقول له شيء، يعني بغض النظر انه هو كان يلتزم، كان يباصي لي صح الجمله تطلع صح، فكنت ساعات اقول لهم ما يخالف هذا المشهد، بس ابي كاميرا تكون عند احمد في شيء بيني وبينه. والله حمد انت مو باصيت، انت ما شاء الله لمعته، وهو طبعا اكيد نجم. الحين السؤال شنو السؤال؟ برجع للسؤال، ما بينك وبين الهرم اللي يمك، هذا الهرم اللي يمك العنب طلال اسمح لي، هذا انا مثلت معه هالهرم اللي يمك، قمت ارجف لما قالوا لي العم جاسم نبهان، والله يمكن يذكر عمل اسمه الحبزه من اخر في 2009، قمت ارجف، قمت اتات ما عرفت كلمه. انت شلون مثلت مع يعني العمالقه الكبار منهم جاسم نبهان ولا عبد الناصر درويش؟ شلون ما خفت؟ كاهو كلمه كاهو يمك. والله انا مو ما خفت، انا وايد استانست، يعني اذا السعاده او الوناسه ما طلعت من برا تطلع من داخل، يعني انا قلبي احس وناسه، يعني مثلا اتشرف اني امثل مع الاستاذ بطلال والاستاذ عبد الناصر الدرويش، يعني كنت وايد مستانس، ويعني وهذا لون وهذا لون، هذا خط وهذا خط. ما شاء الله عند الملكة أهو إن شاء الله، ومن سار على الدرب ووصل حاول تواصل، ها تواصل، بنشوفك فيها أعمال قادمة. بس يقول طلال اللي شابك، طلال ولدنا اللي يقول ما شاء الله التقويم للحين. لا أنا كنت شايلة بالمسلسل، وبعد ما خلصت مشاهدي على طول رديت حطيته عشان الشخصية. رجعت التقويم. يمكن في سؤال الناس تسأل، يعني يقولوا لي هل شخصية أحمد انتهت؟ انتهت بالمسلسل ولا لا؟ راح تلقون توين بين ماجد وأحمد في نفس التكوين، الذاكرة وكذا يرجع فيها. راح يرجع يعني بمشاهد، يعني ما ابي احرقها، بس انا احمد لمحين قاعد اقول له انت ما انتهيت، انت الناس مستمتعين باداء احمد وماجد المطرب اثنين نفس الشيء. لكن العم السؤال يمكن لك، برجع لك اليوم، انا ذكرت شغله قبل شوي قلت لك ان اليوم قاعد نطالع مثلا نفس احمد بن حسين موهبه. كم عمرك حمادي انت؟ الحين داش 11. عمي بصراحه انا عارفك انت ما تجامل، في زمنكم في البدايات، يعني نقول بدايتكم بالسينما او بالدراما الكويتيه من زمان، ما بالستينات مدري بالخمسينات، في بهذا العمر كان شاب يمثل نفس ادائه ولا كانوا يستحون؟ لان اليوم انا قاعد اشوف الشباب اللي بعمره لا يعطون يمثل. من عطني اسماء؟ عبد العزيز الخراس كان على المسرح رائع زين، هي دراما اي لا تذكر يا اهل صغير عندنا في مسرحيه اظن الجنون فنون او في مسرحيه اعتقد واحده منهم لبضاحي الابيض واسود، اي صغير في سكال مرتبعه في عندنا
الكويت فيها شباب، بس عطهم الفرصة وشوف شو يسوون، إن كانوا يعني صبيان علشان مو يحال. ايوه صبيان. أيوة. أيوة. ما شاء الله في تطور الشباب يعني. أيوة. بيصير شاب ان شاء الله. أيوة. بس انا واثق انهم بيحقق اللي بباله. وش اللي بتصير انت؟ مهندس ان شاء الله. مهندس ان شاء الله. مهندس تترك تمثيل؟ ها؟ تترك لا تمثيل؟ هي لا، هي هواية التمثيل. حلو. بس اهم شيء الدراسة والشهادة. حلو. وهذا احنا كنا من قبل واحد في المسرح وهو يدرس طالب من قبله في المسرح، كل مسرح المسرح الأربعة اللي كان من قبله إلا لا خلص أنا طلعت في المدرسة علشان أصير عندك. إنزين أنا بس أنا ودي أطلب من أحمد أبي شخصية عزيز الحين على الهواء. تم يلا. تم. وش لونك يا عزيز؟ لا لا في واحدة. روح مثل ما اليوم الخطبة تكون عن الكفاح والشباب والكد. تم الشيخ سامن حتينا أنا ويات. أيوة. وأنا أقول لك أبترك شغلة الجص وبشتغل شغلة ثانية. شغلة ثانية؟ وش هي؟ والله أبيع خام. ها؟ بخاطري إني أبيع خام. تبيع خام؟ وإن شاء الله الله يفتح علي. شو مشى وياك يا عم طلال؟ شوف هو صلح لك ما يقولون خاطر، شو يقولون؟ صعبه لان اللهجه يعني نجديه قصيميه، يعني حتى المفردات ساعات انا كنت اسمعها جديده علي طبعا. فاسمعها طالع اقول له قول يقولها صح، اطالع الصالحي اقول له خلاص انت الحين باصيت، باقي الاداء الجمهور شاف. انا ما راح اتكلم الترند المسلسلات اللي قلناهم فيهم طاري سالفه اليهود ما يهود، اعطوني هذا التاريخ انا اشوف. شنو التغرير؟ قوله شنو التغرير؟ تغرير مع عبد الناصر. اي تعطي تغرير عبد الناصر الحين مع حمادي، خلينا نشوفه مع بعض يلا. هي يا هو يا ولد هو هي هي ايش فيكم؟ احد يتهاوش يوم العيد؟ ايش هذا اللي لاحق من اول الفريق وطايح في ناصر وتذكر؟ ناصر وتذكر ليش؟ وانت شكو شنو؟ انت شكو. لا عيدها بسمعها. شنو؟ انت شكو. لا انا لازم انزل مستواك عشان اعرف شلون اتفاهم معك. يلا انزل. يلا ايش عندك؟ ها؟ ايش عندك؟ شوف لا تخليني امد ايدي. يلا بيتك يلا. امد ايدي. روح عن بيتك. لحظة شوف. انا ما قلت روح عن بيتك يلا قوم. اسمع احترم نفسك، ترى احنا نجيب انا الحين شوف كيف باخذ حقي. شوف احنا الحين عند الحرس، لا تخليني انا ومرتاح مره ثانيه. فيك جبت بس طيب وهواش وتبلشع شعر وبالعيد اللي ما تستحي على وجهك. انا طال عمرك انا كنت محضر خير، كنت فاكك اليهال كان يقوم هذا بعد تمردل وحركات وكوميديا مع عبد الناصر درويش شلون؟ والله شوف الكوميديا كلها من اللي قال اياها الاستاذ عبد الناصر درويش. شوف انا دشيت المشهد انا كنت ما حقول ولا وحده. الاستاذ عبد الناصر درويش كنت واقف واللي يقول لي كذي ويقول لي طقني طراق. انا استحي خلاص فقعد اسوي له شيء يقول لي طقني يقول لي سوي لي كذي فسويت له. زين شلون ردت فعلك انت لما شفت مثلا فنان كبير بالكوميديا ولا باع كبير فاي يقول لك عطني طراق من اول مشهد انت سويتها؟ لا طبعا قال لي وايد. يعني اول شيء سويت له كان يقول المخرج طقه سويتها، كان يقول لي طقني ماكو يمكن ثلاث مرات فيها اعطيته وحده. زين يمكن ابي انتقل لك لبسطه اليهودي اللي رفس اليهودي اللي رفس بسطه احمد. هذه اللقطه ما ادري احنا جاهزه اللقطه؟ نبي نتكلم عنها. هي مو جاهزه، نبي نتكلم عنها وعن ردود الافعال اللي صارت حول هذه اللقطه. اللقطه بالعكس انا اتذكر وصل لي ابيات شعر من الشاعر اتوقع اسمه فهد الفرج او سعد الفرج، كتب عليها ابيات يعني انصدمت انه شلون تفاعل مع الاحداث. يعني شلون تفاعل طبعا الاحداث كلها خلينا نقول
مأخوذة من التاريخ. نعم. أن أنا أبين هذه المواقف، لا بالعكس هذه واجب علي. واجب علينا إحنا شلون نطرح هذه المواقف وأبين أحمد شلون قال الكلمة، شلون واجه الموقف. طبعا السوق هو مذكور بالتاريخ. نعم. بس أنا قاعد أبين أحمد شلون كان عنده الجرأة حق الكفاح، أنه أول شيء يتيم ومهاجر، هو عاش الفترات هذه كلها وكان قاعد يكافح. يعني سمع هو طبعا شلون بلشت القصة، اللي متابعين كان ماخذ الخام يمر على البيوت، فنصحته واحدة قالت له روح 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 بسط بالسوق الخام هناك، وانت سعرك حلو وخامك حلو والناس بتشتري. فهو بطفولته بذاك الوقت فراح وبسط. طبعا الجشع اللي كان هناك وردة فعل احمد انا كانت وايد تهمني بهالمواقف، انه هو يعني حتى الموقف هذا لو يصير حق اي طفل بيتاثر، يمكن يبطل، يمكن ما يفكر. نعم. يعني ما يفكر انه يكافح مره ثانيه. بس هذه الرساله هم بعد فيها رساله مبطنه اكثر حق الجيل الصغار، انه اسمع من الكبير، ومهما تجي لك عقبات من قدام استشير الكبير، اصعد واستشير، اصعد انتقل بالضبط. نعم. اصعد انتقل اصبر على الشيء اللي انت تبيه، انت ببالك هدف اصبر. وفي مشاهد وايد يعني بين هالموضوع، يعني تجربته الاولى زين، حتى خالته قالت له انت في راسك شيء، وحتى حاولت اركزها من ايام الكتاتيب عشان يقول هذا الولد نبيه. صح. فانا قعدت اصعد معاه خطوه 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 علشان اقدر انقل هذه المرحله. هذا القصه كان خليته يسوي لك مشهد اكشن وانا مدربه ملاكمه، يلعب ملاكمه ترى. قعدت تلعب ملاكمه ولا لا؟ شلون دربتك انا؟ كذي ايه بعدين ايه الله يا حمادي الله حق الياي هذا نبيك اكشن. زين تعال حمادي عط عمامك هذا طبعا طياب من الديوان، ولك واحده طبعا او شعط استاذ حمد، وعط العم ابو طلال حبيبي وعندنا ربع الجائزه. هذه نقسم من اطياب الديوان لكم، عليكم بالف عافيه وعليك بالف عافيه حمادين. العم يمكن بيسمع منك كلمه اخيره عشان نختم برنامجنا هذا اليوم. اقول اول شيء اتمنى من الخالق والبارئ عز وجل ان يزيل هذه الغمه ويزيل هذا الوباء عنا وعلى امه المسلمين، عن العالم اجمع، عن خلقه كله. ونجتمع مع احبابنا عيالنا اللي في رمضان الحين بعيدين عنا، كلنا ببيت وكل احفادنا عيال احفادنا عندنا اعزاء علينا. يعني اخر العنقود عندي يحيى، ما شفته بعد. الله يحفظه. الله يحفظه ان شاء الله. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الغمه ونشوف بعضنا بعض ويرجع البيت مثل ما كان، الزيارات ونقعد يبيع كلنا متقاربين متحبين ان شاء الله. يا رب العالمين. استاذنا حمد النوري، اول شيء اشكركم على هاللقاء الظريف الحلو الجميل، على التالق في الاسئله وعلى الرقي. ثاني شغله يعني اقول للناس استمتعوا بهذه الاعمال، شوفوها بحب، شوفوها بمتعه. بالنهاية لا تأخذون هذه الأمور بحساسية سواء بانتقاد، حاولوا تشوفون هذه الأعمال لأنها طلعت من جهود ناس أبناء الوطن، أبناء هذه الأرض، حاولوا يجتهدون كثر ما يقدرون رغم هذه الظروف الصعبة، حاولوا أن يقدمون لكم أعمال جميلة تعيشون بعقم الماضي، حاولوا كثر ما يقدرون بكل الجهود أن ينقلوا لكم رسالة ومتعة في هذا الوباء، في هذه الأوضاع اللي احنا عايشينها. فاحنا نساهم على ان المشاهد يقعد بالبيت، احنا قاعدين معاه ندعمه ان ظل بيتك علشان يزول هذا الوباء ان شاء الله. وجودك بالبيت هذه مساهمة منا، احنا لما نقدم هذه الأعمال، لما نقدم هذا الإثراء، لما نقدم، فاحنا قاعد نقدمها بحب، وهي اجتهادات. ومن يعمل يخطئ، ومن لا يعمل ما تسمع له صوت. قواك الله. صحيح. قواك الله. حمادي رساله عن الكورونا وتقول حق الصبيالي بعمرك دير بالكم. بس ابي اقول شيء. قول شيء وقول كورونا، قول كل شيء. يلا بغيت اقول
أشكر المخرج الأستاذ حمد النوري على تشجيعه وتعبه معانا بالمسلسل، وأشكر الأستاذ الكاتب مشاري العميري على الفرصة اللي أعطاني إياها، وأشكر باقي الفنانين على تعبهم اللي سووه بمسلسل رحلة أيام. بالنسبة حق الوباء أو فيروس كورونا، أقول حق كل أصدقائي وكل أهلي وكل الناس اللي تابعونا الحين، عشان الكويت قاعدوا بالبيت وبس. تحيات نجم الكويت. موفق إن شاء الله، وإحنا وايد مستمتعين بالعمل اللي قدمته، وإن شاء الله تم نجم لين إن شاء الله لين ما تكبر ما تنقطع عن شاشة التلفزيون. كل الشكر لك نجمنا الكبير، الله يعطيك العافية على هذه الأعمال الجميلة اللي قاعد تقدمها لنا. أيضا كل الشكر لك مخرجنا حمد النوري على العمل الجميل، ومثل ما قلت لك كل نجاح كبوته، وهذه الكبوة نعتبرها سلم شيء نصعد فيه للأعلى. قواكم الله، شكرا لكم، وصلنا للختام. عبد الله أكيد ختام. أي والله عندك الختام. كذي طبعاً مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم غداً بإذن الله تعالى في برنامجكم المميز السراي. مع السلامة.